الحقيقة النهارده هيكون معانا واحد من النجوم الكبار، الحقيقة من نجوم التحليل الكبار في الوطن العربي، مش في مصر بس. الحقيقة النجم الكبير كابتن خالد بيومي هيكون معايا على التليفون. هو معايا على التليفون بالفعل. يا كابتن خالد، ازاي حضرتك؟ الو الو يا كابتن خالد. مساء الخير يا كابتن اسلام، ازيك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. اولا انت وحشنا جدا. رجلك متاخر. ربنا يخليك، ببارك متاخر، ما جاتش على الطبيعه وما تواجدي بره البلد، فمعلش مبروك متاخر. ربنا يعينك يا كابتن، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ده يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهوا وتشرح لنا، او هنسالك بعض الاسئله تقول لنا رؤيتك وتحليلك لهذه الامور. فمبسوط جدا ان حضرتك معانا. ربنا يخليك كابتن اسلام، بالتوفيق وتحياتي ليك ولكل مشاهدين البيت الكبير. ربنا يخليك يا كابتن. اولا خليني ابدا مع حضرتك، ويعني ابدا بكارلوس كيروش ورايك في اختيار كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخبنا الوطني في هذه الفتره. والله طبعا اختيار موفق جدا جدا، يعني مش كارلوس كيروش لوحده، كل الجهاز المعاون كمان. يعني المره الاولى ان احنا ما بنعملش توازنات ما بين اهلي وزمالك او زمالك واهلي في الاجهزه الفنيه، وانا شايف ان ده امر صحي جدا جدا. يعني اذا كان الجهاز المعاون كله من الزمالك او الجهاز المعاون كله من الاهلي او من الاسماعيلي او من اي نادي اخر يعني. انما الاختيار بتاع كارلوس كيروش وجهه نظري اختيار موفق جدا، جاي في وقت قصير، مدرب عنده شخصيه، مدرب قوي، مدرب امكانياته الفنيه، عنده تاريخ وعنده سي في كبير جدا جدا. طبعا الاختيارات بتاعت القائمه مش كلها بتاعت او مش بتاعت كارلوس كيروش، ممكن يكون هو عارف بعض اللعيبه المحترفين، ولكن طبعا الجهاز المعاون كان له دور كبير جدا في اختيار القائمه. انا كل ما اتمناه هو مش الوصول لكاس العالم او تصفيات كاس الامم الافريقيه ان احنا نلعب فيها ونعمل نوصل سيمي فاينل او فاينل. اتمنى يكون في بلان لكارلوس كيروش كمدير فني كبير، نشتغل عليه لمده سنتين ثلاثه او اربع سنين، نبني منتخب جديد للكره المصريه زي ما هو موجود بالنسبه للكره الجزائريه مع جمال بالماضي، مع اتحاد كره قوي جدا، مع قطاعات سنيه من افضل ما يمكن، مع منتخب محليين رائع. لازم نرجع فكره منتخب محلينا.